باين باللي اللاعبين لازم يكونوا واجبين، ولكن عندنا انا حبيت ناكد على حاجه. هذه المقابله كما هذه تتلعب على لا كونستركسيون دو جو، تنظيم اللعب. لازم نولوا كما لعبنا مع السودان، لازم نحضروا البان من تحت، يكون وعوده ميريزاق سيكون ذات اهميه كبيره، باسكو هذا الجوار يعرف كيفاش يتحصل على الكره، يعرف يريكوبيرا وستريزمبور، يعرف يحولها الى في الاتجاه المعاكس دون لي ميور كونديسيون. ولو انه لقاء المنتخب السوداني ليس بمعيار، ولكن سمير نظرا ليس معيار، ولكن تشوف اللعب. سمير تشوف حاب يتكلم لك على الطريقه. نعم. الطريقه هذه في لا كونستركسيون. نعم. اذا حبينا يعني عوده ميريزاق ضروريه. اسمح لي نكمل الفكره. اذا كما قال لك علي، اذا حبينا الفريق المغربي اللي موالف يلعب كيف استطيع، عندهم دي زوتوماتيزم، سي اون ايكيب راح تدخل التيران على بالهم واش يديروا، هم يلعبوا بالك يغمضوا عينيهم يلعبوا، استطيع حنا ما لازمش نخلوا لهم لا جيستيون دو بالون، لا جيستيون دو جو، لازم حنا نكونوا الاولانيين ونكونوا متوقعين في الميليو تيرا، لازم لي با لازم اون لي برون اي اون لي ريكوبير كيما قال كالكا رابيدمون. ما لازمش ابراهيمي ثاني يعاود يولي حتى الميليو، باسكو هما يسون كاباب دو ريكوبيري دي بال ويماركي ناس. ستادير يا سات اسبي دو دونك لا جيستيون دو جو. ثاني نقطة ثانية هضر عليها بورحلي، سي اللعب على الاطراف. المنتخب الوطني ضعيف كثيرا في لعب الاطراف، وعلاه انت في ميزك وعلاه بالليلي غاب في الشوط الثاني، لان بالليلي عامل الارهاق والتعب. لا، اولا دار عامل كبير في البريمير ميطون، صح سيتي لو دونجي نيميرو ان، مع لا ديبونسي بوكو دينيرجي، دا كما قلت انت دا الضرب بزاف، ولكن ان مومون يفو فينير لاسيستي، لازم يجي بواحد ويعرفوا كره القدم، لازم يجي له واحد يلعب معاه بور فاسي. ما يقدرش بالليله شاك فوا يحكم بالون كيما دارها ويدرب لهم تاع يدخل، يفو كيلي ان دو ولا ان ميليو دروا اللي يجي يلعب، ولا ميليو كوش يلعب معاه بور فاسيليتي لا 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 ديستابيليز، باش ديستابيليزي لادفيرسير لو بلوك ادفيرسير. لازم تكون دو تروا، حنا سوفون يفو ندير ا دروات ولا ا غوش، لازم نكونوا صراحه، لازم الكره تلحق له، ولازم كي تمد له البالون لازم انت تعطي له سوليسيون باش يمدها لك. هذا اللعب الاطراف لازم كان مع مصر غائب، دوك هما ايزون تروفي لا سوليسيون كيما قالوا لك الجماعه، غلقوا على بالليلي ولاو لي ميليو تيران تاع مصر يلعبونا في الكون تاعنا، خاصة في الشوط الثاني. دونك اون با ايتي تري انتيليجون دون تاكتيكمون انديفيديوالمون اوسي، والعامل الارهاق هذه الاشياء ما لازمش تكون في الكارت فينال، باسكو الكارت فينال الخطا سي ليليميناسيون. صحيح. بعد مجيد بوقرع علي بن شيخ نستمع لما قاله قائد المنتخب الوطني الثاني ياسين ابراهيمي متحدثا دائما عن لقاء المنتخب المغربي. Le plus important, c'est de récupérer. Parce qu'on a beaucoup couru aujourd'hui, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Donc récupérer, se concentrer sur le prochain match. Voilà, voilà, c'est un quart de finale. Donc comme vous avez dit, on va jouer pour gagner. Il faut passer par là pour aller au bout. Ouais, c'est sûr, en première mi-temps, même peut-être en deuxième mi-temps, on a eu quelques possibilités. Mais bon, ça fait partie du foot. Et Inch'Allah que ça va nous renforcer encore plus, nous souder encore plus et pour aller le plus loin possible. L'état d'esprit et tout donner au prochain match. إذن ياسين براهيمي قال بأنه لاعبي المنتخب الوطني سيعملون على استرجاع أنفاسهم جيدا والتركيز إذا سمحت على المباراة. إذا سمحت. نعم. هذا أنت هضرت على العامل إرهاق، ولكن في مقابلة كما قالك بذلنا مجهودات كبيرة أمام المنتخب المصري، ولكن استحوذ على الكرة سواء في بداية الشوط الأول وفي الشوط الثاني. أنا معك. ولكن في لقاء كما هذا ذات أهمية كما هذه، الشحنة اللي كاين في هذه المقابلة، تردك تولي 100%، تولي 100%، تولي هذيك الإرهاق تنساه وتولي تمد 100%، ولكن اللعب هو اللي يخلق الفارق لا في التيران. ما رأيك علي بن شيخ؟ رأيي